المربعات دول اللي هو المربع اللي تحت، جزء المربع اللي تحت اليمين ده هو عباره عن بوزيتيف لمحور اكس. واحد بس يصور وكلنا عشان مش هنسال. واحد يصور وعشان الباقي يبقى شايف. انا هتكلم على الجروب. صورت الصوره بس. المربع اللي هو تحت يمين ده اللي هو المفروض ان هو بوزيتيف للمحور اكس، اللي هو شايف تعالى كده شويه ماشي. المربع اللي تحت يمين ده هو المربع البوزيتيف للمحور اكس ماشي، والمربع اللي فوق شمال ده هو البوزيتيف للمحور واي تمام، والمربع اللي فوق يمين ده دبل بوزيتيف بيظهر فيه لو في حاجة عليها الماركر ده والماركر ده الاتنين مع بعض، يظهر في المربع اللي فوق يمين، والمربع اللي تحت شمال ده هو الدبل نيجاتيف، يعني لو في خلية ما عليهاش لا الماركر ده ولا الماركر ده تظهر في الايه؟ في المربع ده. طيب نيجي نطبق بقى على الجراف ده، احنا عندنا الجراف ده مكتوب على المحور اكس سي دي 3 اللي هو التي سيل، والمحور واي اللي هم السي دي 19 اللي هم البي سيل. يبقى احنا هنا كده بنشتغل على بس الليمفوسايت، الماركرز بتاعت الليمفوسايت، فاحنا عملنا حاجه اسمها جيتنج. جيتنج يعني انا حددت بس الجزء اللي هيطلع منه الداتا بتاعته، هو كده خلص الوظيفه بتاعته، هو خلاص عد وخلص واشتغل كل الحاجه بتاعته. احنا هنا بنشتغل على الشيت اللي موجود قدامنا، فانا بقول له طلع الداتا والاستاتستكس اللي انا عايزها من الجزء ده بس. فعملت حاجه اسمها ايه؟ جيتنج، حددت بس الجزء اللي هو بتاع الليمفوسايت ده وقلت له ابتدي طلع الايه الداتا منه بس. فطلع الجراف بالشكل اللي انتم شايفينه ده، المربع اللي تحت يمين ده بوزيتيف للايه؟ السي دي 3 اللي هم الايه؟ التي سيل بس، والمربع اللي فوق شمال ده بوزيتيف للسي دي 19 اللي هم البي سيل بس. طبعا مفيش خليه عمرها تكون عليها سي دي 3 وسي دي 19، انما في خليه ما عليهاش لا سي دي 3 ولا سي دي 19 اللي هي ايه بقى؟ النوع الثالث بقى من الليمفوسايت، حاجه اسمها الناتشورال كيلر سيلز، اللي هي لا عليها سي دي 3 ولا عليها سي دي 19، فطلعت في الايه؟ في الدبل نيجاتيف تمام؟ طيب جيت انا قلت انا فاضل ماركر او تيوب واحده، ديتكتور واحد بس في الجهاز ممكن استخدمه، فانا هحط له نوع من نوع اللي هو نوع من انواع التي سيل. ايه انواع التي سيل؟ بالظبط الهيلبر وال سيتوكس، تي هيلبر اللي هي السبريسور والسيتوكس. السيتوكسيك الماركر بتاعها ايه؟ بالظبط كده سي دي 4 وسي دي 8 ماشي. فاحنا هنا حطينا على الديتكتور الاخراني اللي عندنا ده ان هو يقيس الايه سي دي 4، فتلاقوا هنا تحت مكتوب على المحور اكس سي دي 3 وعلى المحور واي مكتوب سي دي 4 تمام. فالسي دي 3 طلع فيها يعني المربع اللي فوق يمين ده طلع فيه دبل بوزيتيف، خليه عليها سي دي 3 وسي دي 4 ده ما فيهاش مشكله، هتبقى ايه نوعها ايه؟ سي دي 3 نوعها ايه اللي هي سي دي 4؟ الهيلبر ماشي؟ فتطلع في الجزء ده. يبقى كده ايه؟ دبل بوزيتيف. انما هو طلع جزء في المربع اللي تحت يمين ده هو بوزيتيف للسي دي 3 بس. ما عليهوش سي دي 4 اللي هو يبقى ايه؟ السيتوكس اللي هو النوع الثاني اللي هو السي دي 8. يبقى انا كده يعتبر كاني جبت او يعني عملت ديتكشن لنوع موجود من غير ما يبقى فيه الديتكتور بتاعه او ليه ديتكتور في الجهاز. عشان ده كده يعني ده اشهر مثال للفلو، ان انا بستخدم يعني الفلو في ان انا بطلع حاجه مش موجوده ملهاش ديتكتور يعني يقيسها، طلعتها على الايه؟ على الجراف. جزء موجود على الجراف اهو ملوش ديتكتور، في يعني مفيش ديتكتور اراه طلعه من السم. فالجزء اللي تحت ده يبقى اللي هو الايه؟ السيتوتوكسيك، انما اللي فوق عشان دبل بوزيتيف كان ايه؟ اللي هي الهيلو. طبعا مفيش خليه هيبقى عليها سي دي 4 بس، طالما عليها سي دي 4 يبقى لازم عليها سي دي 3، فالجزء اللي هو المربع اللي فوق شمال ده فاضي. انما الجزء اللي هو المربع اللي تحت شمال ده اللي هو الدبل نيجاتيف، اللي هي لا عليها سي دي 3 ولا عليها سي دي 4، اللي هم هيبقوا ايه بقى؟ مش احنا بالفلاور انا قلت لكم عملنا حاجه اسمها جيتنج؟ انا بقول له احنا هنشتغل بس من الليمفوسايت ماشي، احنا دلوقتي بنشتغل من السي دي 3 بس، فيبقى المفروض الجزء اللي هو النيجاتيف ده يطلع فيه ايه؟ صح يا جماعه احنا بنقول دلوقتي احنا بنشتغل من الليمفوسايت بس صح، وبعد كده في الجراف الاخراني ده انا بشتغل على السي دي 3 بس، لا
فالمفروض النيجاتيف يبقى ايه؟ سي دي 19 اللي هم البي سيل النوع الثاني الناتشورال كيلر سيلز. انتوا توتو ولا فاهمين؟ احنا دلوقتي بنشتغل على الليمفوسايت بس. في الجراف التالت ده احنا قلنا احنا هنشتغل على السي دي 3 اللي هو نوعينها سي دي 4 والسي دي 8 تمام. يبقى كده معناها ان النيجاتيف سي دي 19 اللي هو الجزء الثاني اللي هو البي سيل والناتشورال كيلر سيلز اللي هو النوع الثالث بس. فدول اللي هيطلعوا في الايه في الدبل نيجاتيف. عشان كده لو لاحظتوا ما بين الجراف الثاني والجراف الثالث هتلاقوا هنا ايوه كده كويس هتلاقوا هنا وهنا ده الدبل نيجاتيف هنا وده الدبل نيجاتيف هنا. الدبل نيجاتيف هنا كان فيه ناتشورال كيلر سيلز بس لان انا طلعت له هنا سي دي 3 وسي 19 تمام اللي هما النوعين. يبقى فاضل نوع فطلع بس في النيجاتيف. انما هنا زاد هتلاقوا العدد هنا زايد شويه بالنظر بس كده هتلاقوا العدد هنا زايد شويه. ليه؟ لانه نزل فيه كمان سي دي 19 يعني ما بقتش ناتشورال كيلر سيلز بس ده بقت كمان معاها سي 19 فعددها زاد. طيب لو جيتوا لاحظتوا هنا وهنا المربع اللي تحت يمين هنا والمربع اللي تحت هنا يمين هنا قل عن هنا. ليه؟ لان هنا كلهم على بعض سي دي 3 انما هنا فصلهم سي دي 4 لوحدهم فوق والباقي فضل تحت اللي هم سي دي 8 تمام. فهنا هتلاقوا الايه بالنظر كده برضو ايه العدد قل تمام. فهمتوا تمام كده؟ طيب طبعا احنا مش هناخد بالنظر بس لازم يبقى في حاجه تطلع لنا كمان بالارقام. فتلاقوا كل حاجة مكتوبة بالأرقام متقسم هنا كل جدول كل جدول من دول قدام الجراف بتاعه هتلاقوا مكتوب هنا upper left upper right lower left lower right وكل حاجة بالأرقام. فأنا عايز أعرف مثلا CD3 عددها كام؟ أدي الـ A المربع اللي تحت يمين أدي الـ lower right عددها كام؟ 2265. كام في المية من الجيت بس اللي أنا حددها دي؟ كام في المية؟ 77.8. طب كام في المية من التوتال العشر تلاف اللي عدهم طلعهم كام؟ 37.75. تمام؟ طيب المفروض ان انا بقى يعني الديتا دي انا بستخدمها او بعمل لها انتربريتيشن ازاي؟ هيبقى في محاضرة مع دكتور شيماء هتقول لكم فكرة الانتربريتيشن دي بتحصل ازاي؟ بس هي الفكرة في ان انا بعمل ايه؟ انا هنا الجهاز عد 10,000 خلية بس. انت المفروض ان انا ببقى معايا مع كل خليه مع كل عينه بتدخل على الجهاز بيبقى معاها التوتال ليكوسيتيك كاونت اللي هو تي ال سي العدد الابيض تمام. فانت بتقارن العدد اللي جاي لك مع العدد اللي طالع مع الجهاز. يعني هنا العدد بس من 10,000 هو طالع هنا مطلع مثلا الليمفوسايت من 10,000 كام مع الليمفوسايت من التوتال ليكوسيتيك كاونت كام تمام. ونعمل طرفين في وسطين ونجيب النسبه. يعني هو هنا طلع السي دي 3 من ال 10,000. طب كام بقى من العدد اللي جاي لي؟ فهمتوا حاجه؟ ازاي نظام الديفرنشال كده؟ اه ايه نسبه مئويه ماشي. يعني انت عندك هنا العدد 2265 من 10,000 يبقى كام من التي ال سي اللي جاي لي؟ هو المفروض مثلا ان هو 14,000. يبقى انت تعمل طرفين في وسطين وتجيب النسبه اللي ناقصه تمام. يبقى انا هنا في الاخر بكتب في الاخر ان بناء على العد اللي طالع بناء على العدد اللي طالع ده مثلا التي سيل كانت كذا اللي هو بقى على الرقم اللي جاي لك في التوتال ليكوسيتيك كاونت ده يبقى السي دي 3 منهم كام والسي دي 19 منهم كام. لو عايز تعرف كمان سي دي 4 منهم كام السي دي 8 منهم كام كل ده بتكتبه تحت. واللي بيه بعد كده اقدر اخد الداتا دي كلها اقدر احدد بيها بعد كده بقى ايه ده مثلا نوع ايه لوكيميا ده ايدز مثلا ده مش عارف ايه بناء على الايه الارقام اللي طلعت دي. فهمتوا في حاجه مش فاهم اي حاجه؟ طيب احنا هنا قلنا في حاجتين بقى. احنا قلنا ان الجهاز متظبط على انه يعد 10,000 خليه بس بناء على ايه؟ بناء على نوع السامبل. يعني السامبل اللي داخله له هي في الاصل عينات بلط. طيب هل معنى كده ان انا ممكن ادخل اي عينه تانية على الجهاز؟ اه اي عينه فيها كرانيولز فيها بارتكلز ممكن تدخل على الجهاز. طب انا هستفيد ايه او اعمل بيها ايه؟ ما احنا قلنا في الاول ان الجهاز هو وظيفته ان هو بيعد تمام. لا انا ممكن ادخل عليها عينه تيورين مثلا. طب ايه الفايده فيها؟ كريستلز ماشي. استنى ايه بس
فيها كريستلز. فالكريستلز دي ليها ايه؟ ليها سايز. اه نعم ما فيهاش جرانيولاريتي بس فيها سايز. فانا ممكن اعد واجيب الايه؟ السايز بتاع الكريستلز عن طريق الجهاز. عشان كده بقول لكم انا هنا بتحكم في البارامترز اللي ايه بستخدمها في الجهاز. انا ممكن هنا بس استخدم الايه؟ الفورورد بس اللي هو السايز بس. هو عد وجاب السايز بتاع الكريستلز الموجوده في الايه؟ في عينه اليورين. انا ممكن ادخل عليه عينه سيمن. في الاخر السبرم عباره عن خليه وليها سايز. فاقدر اعد السبرمز الموجوده في السيمن واقدر اجيب الجرانيوليشن اللي في الاخر الهيد فيها نيوكليوس وفيها ميتوكوندريا يعني فيها جرانيولاريتي. تمام؟ فاي سامبل فيها بارتكلز او جرانيولز ممكن تدخل على الجهاز يعدها ويجيب السايز بتاعها لو ليها سايز ويجيب الجرانيوليشن بتاعتها لو فيها جرانيوليشن. الشرط عينه يكون عليها ماركر او عليها حاجه اقدر احط لها الانتي بودي بس. لا اي عينه فيها اللي زي ما بقول لكم كده فيها سايز ليها سايز وليها جرانيولاريتي. تمام؟ طيب احنا هنا المفروض ان احنا هنا بنستخدم الجهاز ده. وطبعا الجهاز دي ابلكيشنز كتير برضه بتاخدوها في المحاضره. الجهاز هنا احنا بنستخدمه في ايه؟ ان احنا هنا بندور على الستيم سيلز. الستيم سيلز عباره عن خليه خام كده اقدر تحصل لها ديفرنشيشن لاي نوع خليه موجود في الجسم. ليها انواع كتير ماشي. فانا لو بدور على نوع معين من انواع الستيم سيل بحط الماركرز في السامبل. بعد ما بنفصلها بعد ما بنوصل العينه بنحط الماركرز. انا عايز ادور على نوع ستيم سيلز كذا الماركرز بتاعتها كذا اروح حاططها في السامبل وادخلها على الجهاز. قدر يوصل ان في خليه عليها الماركرز دي يبقى النوع اللي انا بدور عليه بتاع الستيم سيل ده موجود في السامبل دي. فاقدر بعد كده اكمل بقى وازرعها واكمل بقى المشوار بتاع الخلايا. ما فيهاش خلاص ما بنزرعهاش طالما انا بدور على النوع ده بس. تمام؟ فده استخدام من استخدامات الايه؟ الفلو. تمام؟ المهم بالنسبه لكم دلوقتي طبعا شويه المعلومات اللي احنا قلناها عن الجهاز ده كلها ما تجيش 10% من الجهاز. لان الجهاز التطبيق بتاعه او الشغل على الجهاز اكتر بكتير من المعلومتين اللي انتوا خدتوهم. يعني محتاج حد انتوا هتروحوا المفروض بعد كده لما تروحوا في الامتياز هتروحوا 57 هتلاقوا الاستخدام بتاع الجهاز اكتر. فانتوا المفروض تبقوا هتشوفوا الجهاز الاحدث من ده. فانتوا المفروض تبقوا مركزين بقى في الجهاز مع اللي شغال مع على الجهاز نفسه. يقدر يقول لك بعد كده شكل الجراف مع نوع لوكيميا كذا شكله عامل ازاي. ده بقى اللي هو الخبره النظريه الخبره العمليه غير الخبره النظريه. ده كل المعلومات اللي اتخدتوها دي عباره عن خبره او معلومات نظريه. انما العملي ده اللي بيفرق بقى. ازاي اقدر احدد المشاكل اللي بتحصل في الجهاز؟ اتعامل مع الجهاز نفسه؟ الجهاز معقد جدا. ان انا اتعامل مع الجهاز واقدر اعرف ان دي مشكله سوفت وير او مشكله هارد وير واتعامل معاها ازاي؟ ازاي اقدر اعرف لما العينه تدخل على الجهاز وتطلع لي الجراف ازاي اقدر اعرف ان الجراف ده مش مظبوط؟ الجراف ده فيه مشكله. طب المشكله دي بس عباره عن ان السوفت وير فيه مشكله ولا تحضيره العينه فيها مشكله ولا الجهاز نفسه فيه مشكله قرا حاجه غلط؟ يعني انت ممكن لو في ديتكتور من دول السلك بتاعه مش محطوط كويس قرا حاجه مش مظبوطه تلاقي ده اثر على شكل الجراف في الاخر. فكل ده عباره عن ايه؟ عن خبره عمليه. المفروض ان انتوا اللي تعرفوه بقى من حد قاعد على الجهاز متمرس ويدخل قدامه عينات كتير وانواع كتير من الجرافس بتعدي قدامك. تمام؟ بس كده خلصت.